حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب حدثنا حميد بن هلال عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم وزاد سليمان عن حميد عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبده